خلينا نبدأ كلامنا النهاردة بحدث مهم جدا، وهو أن النهاردة هيبدأ مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإرسلا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وبمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والاتحاد الأوروبي وكبرى المؤسسات الأوروبية والقطاع الخاص من الجانبين. خلال المؤتمر هيتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم للتعاون في عدد من المجالات، من بينها دعم الاقتصاد الكلي والاستثمار والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم زيادة الصادرات والتعاون في مجال تصنيع السيارات. طبعا يعني مجالات مهمة جدا طبعا، والهدف الأساسي للمؤتمر توطين التكنولوجيا ودعم الاستثمار في مصر وتعزيز بيئة عمل رواد الأعمال، بالإضافة أكيد لمناقشة قضايا الأمن المائي والغذائي، خاصة أن الاتحاد الأوروبي بيعتبر أهم شريك تجاري لمصر، و25% من حجم التبادل التجاري المصري مع دول العالم بيكون مع دول الاتحاد الأوروبي. عشان كده المؤتمر ده مهم جدا وشهادة نجاح لخطوات الإصلاح الاقتصادي اللي عملته الدولة خاصة في توقيته، واحنا كمان دلوقتي بنحتفل بثورة 30 يونيو. فتعالوا نعرف تفاصيل اكتر عن المؤتمر اللي مستمر معانا البكرة من دكتور كريم العمدة استاذ الاقتصاد السياسي. صباح الورد عليك يا دكتور. صباح الورد عليكم وعلى كل مشاهدي البرنامج الكرام. صباح الورد على حضرتك. يمكن احنا خلال دقائق هنشهد المؤتمر ده على الهواء ان شاء الله، فعايزين نعرف من حضرتك كده الاقتصاد السياسي شايف ازاي اهميته واهمية المؤتمر وايه اوجه الاستفادة منه. يعني طبعا احنا عارفين ان يعني الاتحاد الاوروبي زي ما هو منشور في موقع الاتحاد الاوروبي ان بيعتبر ان مصر شريك اقتصادي وتجاري واستثماري هام ليها في المنطقة. صحيح. كمان طبعا احنا زي ما حضركم اشرتم من شوية من التقرير ان 25% من حجم تجارة مصر من العالم الخارجي هي من الاتحاد الاوروبي، وتقريبا كان الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ان تقريبا كان في عام 2023 حجم تجارة مصر بالارقام 32 مليار دولار، وبالتالي هنا احنا بنتكلم على انه شريك ممتاز لمصر. يمكن ليس فقط حجم التجارة الأرقام اللي بتعبر عن قوة العلاقات الاقتصادية، ولكن حتى احنا حتى بالنسبة للاستثمارات، يمكن الاتحاد الأوروبي مهتم جدا بالاستثمارات في مصر. على سبيل المثال ألمانيا من الدول، الاستثمارات الألمانية في مصر بتركز في مجال الطاقة المتجددة ومشاريع الطاقة ومحطات الطاقة وقطاع الطاقة. فرنسا بتركز جدا في استثماراتها في مصر في قطاع النقل، محطات المترو والأنفاق وخلافه. يمكن إيطاليا في مجال الطاقة والغاز، وإحنا عارفين كويس إن يمكن أكبر الشركات يعني الشركات الإيطالية لديها ترتيب، الشركات الإيطالية التي تعمل في مجال التنقيب عن الغاز والنفط لديها ترتيب عالمي، وبالتالي هي اللي كانت يعني لها استثمارات في أكثرهم تواجدا. صحيح. وغاز في مصر. فيعني طبعا بالإضافة طبعا علاقتنا الاقتصادية جيدة مع قبرص واليونان ومنتدى الغاز المتوسط وخلافه، كل دي طبعا يعني طبعا ده كلام عظيم جدا حضرتك يا دكتور، ولكن في ناس كتير عندها فضول تعرف ايه دلالات إقامة مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في ذلك التوقيت تحديدا. يعني طبعا احنا هنا بقى يعني المعنى بقى المهم، يعني وايه الاستفادة اللي ممكن تقع على مصر. طبعا الاستفادة للطرفين، يعني الاتحاد الاوروبي يهمه ان يكون الاستثمارات، واحنا يهمنا ان احنا نجذب الاستثمارات، ولكن طبعا مصر يعني بتجذب استثمارات من عدد كبير من الدول، لكن استثمارات الاتحاد الاوروبي مهمة في ايه؟ ان احنا طبعا في مصر بقى لنا سنتين مع الازمة الاقتصادية اللي عندنا وحديث الشارع وحديث الناس ان احنا عايزين صناعة، عايزين قطاع صناعي قوي، وبالتالي لما نتحدث عن الصناعة فإحنا محتاجين توطين تكنولوجيا، وبالتالي هنا يمكن أن التكنولوجيا متوفرة في أوروبا، الدول الأوروبية والشركات الأوروبية هي لديها تكنولوجيا، تكنولوجيا إحنا نفتقدها وصناعات معينة صعب أنك تجذبها، واستثمارات معينة تكنولوجية وصناعية صعب أنك تجذبها من دول أخرى، وبالتالي ان هم يجوا بنفسهم عندنا علشان يعني يعني علشان نوقع عدد كبير من الاتفاقيات ويبتدي نطرح الفرص الاستثماريه الواعده في مصر، وعلشان كمان من اهداف المؤتمر ده تشجيع الشركات الاوروبيه انها تستثمر في مصر وتقويه الروابط. احنا من ضمن كمان الفعاليات يا دكتور هتتضمن عرض اجراءات الاصلاح الاقتصادي طبعا اللي تم في مصر مؤخرا لخلق بيئه طبعا جاذبه للاستثمار ومركز كمان للتصنيع، فاحنا عايزين نتكلم عن الموضوع ده.
ان زي ما طبعا يعني زي ما احنا كلنا عارفين طبعا ان القطاع الصناعي والمشروعات الصغيره والمصنعات الصغر دي بنقول عليها عصب الاقتصاد، وانك انت تطور من بيئه ومناخ الاعمال. وطبعا يمكن الدوله المصريه هتستعرض وتتكلم ايه المجهودات اللي قامت بيها في تطوير البنيه التحتيه والمرافق. احنا عندنا برضو المنطقه الاقتصاديه وقناه السويس دي نقطه جذب عالميه جذب عالميه للاستثمارات، وبالتالي انت هنا بتفتح المجال والطريق ليهم، بتعرض عليهم، هم اصلا شركاء تجاريين واقتصاديين من زمان لديهم استثمارات، ولكن تطوير الاستثمارات ومضاعفتها، بالاضافه بقى طبعا برضو ان هم بيقدموا يعني تسهيلات وممكن دعم ودعم ومنح فنيه، دعم ومنح فنيه يعني ممكن تاخد منهم استشارات في مجال الطاقه او في مجال الصناعه وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. دي كلها بتبقى امور مهمه جدا جدا، وانت هنا بترتبط بمصلحه مع الاتحاد الاوروبي ودول الاتحاد الاوروبي، بيكون في مصالح متبادله، وده يعني بيكون ليه انعكاسات طبعا جيده في النهايه على الطرفين. طب صحيح. احنا عايزين نعلق على وجود كبرى الشركات الاوروبيه المشاركه في المؤتمر والدعم من الاتحاد الاوروبي، يعني مش دي شهاده مثلا على نجاح الاصلاح الاقتصادي واننا طبعا ماشيين صح؟ طبعا يعني طبعا المؤتمر اقتصادي بالاساس، وان هيكون في طبعا موجود حضور قوي وكثيف للقطاع الخاص، والشركات الاوروبيه طبعا هتبحث مجال الاستثمار في مصر. زي ما قلت ان يمكن كل دوله ليها يعني تخصص وقطاع معين بتهتم بيه، يعني الشركات الفرنسيه موجوده في مصر في مجال المترو الانفاق والنقل ومشروعات النقل، ايضا الشركات الالمانيه مهتمه جدا بمجال الطاقه والوقود الحيوي والطاقه المتجدده. موضوع الطاقه المتجدده احنا عارفين احنا عندنا اصبح الطاقه في مصر والحديث كثر في الفتره الاخيره، وشفنا وتابعنا السوشيال ميديا محطات الطاقه الشمسيه والرياح. الشركات الالمانيه هي بالاساس معنيه او مهتمه جدا جدا بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي الهام، كمان برضو في مجال البيئه والاقتصاد الاخضر والهيدروجين الاخضر، الموضوع الحديث صحيح. وموضوع الساعه طبعا ان احنا يعني احنا عندنا عدد كبير من الاتفاقيات، اكثر من 11 اتفاقيه للاستثمار في مجال الهيدروجين الاخضر في المنطقه الاقتصاديه لقناة السويس. يعني الهيدروجين الاخضر ده يعني صناعة المستقبل. يعني أنا نتكلم عن أرقام وإحصائيات مشرفة جدا. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي.